إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد مدير الجامعة، السيد عميد الكلية، السادة والسيدات الأساتذة الزملاء المشاركين في المؤتمر من خارج الجزائر ومن داخلها من جامعة شادي بن جديد كذلك ومن خارجها، الحضور الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم كذلك في فعاليات المؤتمر أو الملتقى الدولي الافتراضي الموسوم بظاهرة التنمر في المجتمعات الأطار والحلول، الذي ينظمه قسم علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، متمنية طبعا لكم أعمالا مكللة بالفائدة والنجاح. وأعبر لجمعكم الكريم عن سعادتنا الغامرة وشكرنا الجزير على تشريفكم للمشاركة في ملتقانا هذا. أعرب كذلك عن تقديرنا لكل ولكل من ساهم ويساهم في نشر العلم والمعرفة وبناء صرح مجيد للثقافة، مشيدا على أسس الحوار العلمي الهادف، مدعوما بتبادل الخبرات والتجارب، ومتألق بالتجديد والإبداع، ومرتبط بالهوية والجذور. أشكر كذلك الدكتور عمري وفاء رئيس الملتقى لاختيارها لهذا الموضوع المهم، الذي الهيئة المكلفة بإدارة النشاطات الخاصة بتحسين الجودة بالمؤسسة الجامعية بمختلف هيئاتها ومصالحها، وكذلك تشمل أيضا مختلف الميادين كالتعاون الخارجي والعلاقات مع المحيط الاجتماعي والمهني، وذلك من خلال جملة من البحوث أو جملة من المؤتمرات والندوات التي تجريها بالشراكة مع مخابر ومع هيئات علمية أخرى لمعالجة قضايا مهمة ومهمة جدا. موضوع اليوم هو التنمر، هذه الظاهرة العالمية التي بدأت تسيطر على كل دول العالم في شكل طبعا سلوك عدواني متعمد من جانب أو من جانب آخر، قد يلحق الأداء الجسدي والنفسي بالعديد من الأفراد داخل المجتمعات. ويكفي أن إحصائيات حديثة لليونسكو تشير إلى أن أكثر من ربع مليار طفل في المدارس يتعرضون للتنمر، من إجمالي مليار طفل يدرسون في العالم. طبعا هذه الدراسة التي أجريت على 19 دولة وأسفرت نتائجها عن نسب مذهلة، من أن 34% من الطلاب قد تعرضوا للمعاملة القاسية، وأن أكاديمية بحثية علمية متعددة قد عالجت وقاربت الموضوع من زوايا ومن نواحي نفسية وكذلك اجتماعية، يعني قد برمجت في هذا الملتقى الدولي الافتراضي. طبعا لا أريد الإطالة كثيرا، في ختام كلمة المختصرة أجدد ترحيبي بكل الذين شرفونا بمشاركتهم والذين سعدوا بالاستفادة مما سيقدمونه في محاضراتهم، معترفة طبعا لهم بالفضل ومتمنية لهم عملا مثمرا ناجحا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالغ الأهمية في حياتنا اليومية،
والذي أصبح ظاهرة تعيق وترهق المجتمعات ومؤسساته باعتبارها أحد أشكال الإساءة والإيذاء والاستقواء المعتمد لفرد ما أو لمجموعة من الأفراد من قبل أفراد سيئين يملكون السلطة أو يمارسون قوتهم على من يشعرون بأنهم غير قادرين على مواجهتهم بكل أشكاله ومظاهره وكذا أنواعه كالتنمر الأسري، المدرسي، الوظيفي، الإلكتروني، السياسي إلى آخره، والذي يظهر جليا نتيجة عدة أسباب. ولهذا جاءت فكرة ملتقانا العلمي لنتقصي هذه الظاهرة وإزالة اللبس عن حقيقة المفهوم من الناحية النظرية وإعطائه أيضا الصبغة العلمية لآثاره والحلول الممكنة، خاصة ونحن في شهر مكافحة التنمر المدرسي الذي خصصت له منظمة اليونسكو كل أول يوم خميس من هذا الشهر. في هذا الصدد استقبلت الهيئة العلمية لهذا الملتقى 184 مداخلة مختلف جامعات الوطن ومنها 9 مداخلات دولية، أين تم عرضها على تحكيم من قبل أعضاء اللجنة العلمية وخلصت بانتقاء 132 مداخلة. ترتقي لمستوى أسلوب البحث العلمي شنت جل تقريبا المحاور الأساسية للملتقى والتي من شأنها إعطاء إضافة من الناحية العلمية النظرية وكذا الميدانية للتقليل أو الحد من هذه الظاهرة. فمرحبا بجميع المشاركين في هذا الملتقى الافتراضي سواء من خارج الوطن أو من ربع جامعات وطننا الحبيب الجزائر، مرحبا بكم جميعا.